اللي لي شو عم يصير يا زهرة؟ شو عم تنحرج قدام رفقاتها؟ قلت لك من قبل خلي البنات يدرسوا لحالهم. ليكي لزق الموبايل بإيدك. وليش بده يلزق؟ أنا شايفتك قلقان عليها، وإلا ما بحاكيها. تفضل، ما رح أتصل. وهلأ من وين طلعت لنا بدراستها مع رفقاتها هون وهنيك؟ إيه معك حق والله، لو كانوا جايين لهون جو البيت عنا كتير خرج دراسة. يعني ملت من الدراسة بالبيت مو هيك؟ هاي المرة الأولى والأخيرة. وإنت كمان مو سهل أبداً يا رضا، بالأول عم تسمح له وبعدين بتضل فوق راسي تبربر بر 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 بر. هاتي خليني أنا حاكيها. لا لا أنا بتصل. نعم. مين؟ أمي عم تتصل؟ لا لا هي أمي للمرة العاشرة. نعم ماما. إيه أنا وأبوكي قلنا خلينا نحاكيكي، أزعجناكي شي؟ لا منيح اتصلتوا، أصلا أنا كان بدي أتصل فيكن. بابا بيقدر يحاكيني إمتى ما بده. إيه هلأ أنتو كم شخص قاعدين سوا؟ يا بنت في صوت عندك. عم ندرس نحن مجموعين بنات لحالنا. إيه فهمت ماشي. إيه إيه يلا سلمي كتير على رفقاتك. يلا ماشي الله يسلمك ماما. بتسلم عليك كتير. تحليل السنوات السابقة ساعدني كوراي فيها. أنا سكرت معي، ما عم بقدر كفي التقرير من دونه. شو ما كتبنا عم بيكون كذب. عن إذنك فريحة عم تتصل. أها حتى وهي هنيك عم تتصل بكل وقاحة. هاند عندي عم ندرس. أنا زعلانة منك كتير الصراحة. اليوم ما قدرنا نحكي مع بعض لأنه كان يوم صعب، بكرة رح يتصلح كل شيء. أنا اشتقت لك كتير. إيه ليش نستنى لبكرة؟ يلا خدي إذن، خلينا نلتقي بعد نص ساعة بالكافيتيريا. بس أنا ما بقدر أترك هالمكان وأقوم. شو يعني؟ وين ما بتقدري تتركي؟ ليش أنتي مو بالبيت؟ قصدي أنا ببيت جانسو عند رفيقتي. أمير؟ والله ما كنت بعرف عندك رفيقة. المهم خليها لبكرة. طيب شو نعمل؟ شو رأيك نوقف؟ صعب نكفي من غير التحاليل. طيب اتصل مع كوراي. ايه فكرة حلوة. ما عم يرد، يمكن نام هلأ. يمكن هالليلة مرت كمان مثل الكذب. ايه امير شو رأيك نطلع على الورشة ونجيب التحاليل؟ لا مستحيل، أكيد كوراي نايم هلأ. شوف هالمشروع مهم كتير، مو بس مشانكن، مشاني أنا كمان، وما معنا وقت. عم تفهمني؟ طيب معك حق، يلا قومي لنروح.